السلام عليكم. اليوم هاي المحاضرة عن sterilization والdisinfection، سوالف التعقيم وشلون نتخلص من البكتيريا بحياتنا اليومية وبالمختبرات. أول شيء كintroduction إنه ليش إحنا بدنا نحتاج sterilization؟ لأن المايكرو أورجانيزمز capable of causing infection are constantly present in the external environment and on the human body. يعني هاي المايكرو أورجانيزم اللي تسوي لنا infection هي دائما يعني نلقاها بالإكسترنال environment، بالبيئة الخارجية وحتى على أجسامنا. المايكرو أورجانيزمز are responsible for contamination and infection. نعرف إنه هاي المايكرو أورجانيزم سواء بكتيريا، فيروس، فنجاي هي مسؤولة عن التلوث والإنفكشن اللي ده تسويه والديزيز. فبالتالي الـ aim of sterilization يعني الهدف إنه إحنا نسوي sterilization to remove or destroy them from materials or from surfaces، إنه نتخلص من عندهم نقتلهم سواء على الماتيريالز، على الأدوات اللي نستعملها أو على أي سطح نستعملها وحتى على أجسامنا. هنا تعريف الـ sterilization is the process that eliminates or kills all forms of microbial life, including transmissible agents such as fungi, viruses, bacteria, including spore-forming, presence on the surface, contained in fluid or medication compounds such as biological culture media. يعني الـ sterilization أو التعقيم هو عبارة عن عملية شنو نسوي بها؟ نتخلص أو نقتل كل البكتيريا والفيروس والفانجاي وحتى السبور، كل شيء هو ممكن يسوينا إنفكشن نقتله كامل، سواء موجودة على أي سيرفيس أو موجودة بفلويد، بمي، بهالسوالف، بسوالف المختبر، أدوات المختبر، الكالتشر ميديا اللي نسوي عليها كالتشر لازم هي أصلاً تكون يعني نظيفة وما عليها ميكروبات، حتى إحنا من نجي نزرع نشوف شو زرعنا. هذا مصطلح. المصطلح الثاني اسمه disinfection، هو كترجمة حرفية يعني بالعربي اثنيناتهم نفس الشيء تعقيم، بس أكو فرق هنا. sterilization قلنا eliminate or kill all form of microbial life، هنا disinfection reducing the number of pathogens or organisms capable of producing infections but not spores to a level that is no longer cause disease. يعني هناك كان بدنا نقتل كل البكتيريا، كل الفيروس، كل الفنجاي، كل السبورز، بينما الديسانفكشن لا، بس نقلل العدد مالتهم للحد اللي ما تقدر تسوي لنا ديزيز. احنا اي ديزيز او اي انفكشن اكو فد شيء اسمه انفكشوس دوز، يعني مثلا الكورونا مو تجي فيروس واحد يدخل الجسمنا يسوي لنا ديزيز، لا، اكو فد شيء اسمه انفكشوس دوز، يعني مثلا يحتاج كمثال يعني 10 فيروسات يدخلون يلا يسوونه، طبعا هي مو 10، اكو بالمئات وبالالاف الانفكشوس دوزز، يعني مثلا 10 يدخلون للجسم يلا يقدرون يسوون ديزيز. فاحنا مثلا نستخدم الكحول او هاي السوالف التعقيم حتى نقللهم، نقللهم يعني اذا بقى فيروس او اثنين على ايدنا او على اي سطح هذا ما راح يسوي لنا انفكشن او ما راح يسوي لنا ديزيز، فهاي يسموها ديس انفكشن، بينما اللي احنا نستخدمها يعني بحياتنا العامه ما نحتاج في شيء 100%. أما الاستيرولايزيشن بالمختبرات وبالعمليات الجراحية وهيك لا، بالعكس هذول يريدون يعني قتل كامل، ما يريدون ولا فيروس ولا بكتيريا واحدة موجودة. فهذا الفرق بين هاي المصطلحين مهم. ها، والديسينفكشن ما يقتل السبورز، بينما كان الاستيرولايزيشن حتى السبور. زين، هاي الفرق بيناتهم. هنا أكو order of resistance، يعني أكو الميكرو أورجانيزمز ينقتلون بسرعة وأكو لا، hardest to kill، كلش صعبين. أصعب واحد هو البرايونز. البرايونز إذا ناسي أذكركم به، هاي اللي قلنا عليه يشبه الفيروس بس عبارة عن بس بروتين، فهذا هو البارتيكل، كلش صعب بال disinfection أو بالsterilization. وراء يجي السبورز اللي قلنا بس بالsterilization نقتله، بالdisinfection ما ينقتل. وراها المايكوبكتيريوم، non-enveloped viruses، fungi، أسهلهم هما البكتيريا والenveloped viruses. الviruses اللي بيهم envelope سهلين، أسهل شيء يعني. هنا أكو فد مصطلحات أو قيم يستخدموها بالsterilization، يعني شغلات يقولوها، مثلا يقول thermal death point، شنو معناها هذه؟ لترجموها ترجمة حرفية لأنه راح أديها عليكم، احفظوا التعريف أو افهموا التعريف شنو معناها. فالthermal death point هي عبارة عن lowest temperature that takes all microorganisms in a liquid suspension in 10 minutes، يعني هي أقل درجة حرارة تقتل لنا الميكروأورجانيزمز اللي موجودة بليكويد خلال 10 دقائق. أقل يعني هاي أكيد تختلف حسب نوع البكتيريا وحسب الريزيستنس مالتها هسه اللي حكينا،
إنه مثلا البرايونز جزء تحتاج كلش عالي حرارة يلا ينقتل وجزء ما ينقتل، بينما البرايونز الانفلوبت فيروسز لا راح تحتاج شيء بسيط. فكل مايكرو أورجانيزم إلا ثيرمال ديث بوينت. عندنا F value و D value. ال F value هو عبارة عن number of minutes required to kill a known population of microorganisms under specified conditions. ظروف معينة وعدد معين من ال population مال microorganisms إيش قد وقت نحتاج أو إيش قد دقائق نحتاج حتى نقتلها، هاي يسموها F value. بينما ال D value is the time required to reduce the survivors of microorganisms by 90%. يعني هنا الوقت بس على مود نقللهم لحد 90%، بينما هناك الاف لا كان نقتلهم كامل. فشون الفرق بين sterilization و disinfection؟ تقريبا نفس الشيء. البكتيريسيدال والبكتيريوستاتيك هاي اكيد يعني مر عليكم. البكتيريسيدال ايجنتس اللي هي agent that kills bacteria most don't kill endospores، بينما البكتيريوستاتيك لا هاي مجرد inhibits the growth of bacteria but doesn't necessarily kill them. يعني البكتيريسيدال سيدال معناها انه ده يقتل بكتيريا، ستاتيك لا بس يثبط الجروث مالتها ما يخليها تنمو زايد. السبوريسيدال قلنا اي سيدال هو kill، فسبوريسيدال يعني يقتل السبورز. انتيبايوتكس وانتيسبتكس شنو هذولا؟ الانتيبايوتكس نعرف اللي هي سبستانس produced by one microbe وتسوي inhibition أو kill another microbe. يعني هي أكو antibiotic bactericidal اللي هي kill، وأكو antibiotic bacteriostatic اللي هي بس inhibit. بينما الantiseptics هي عندنا microseed agents harmless enough to be applied to the skin and mucous membranes such as alcohol, iodine solution and detergents. هاي الشغلات اللي نستعملها على مود التعقيم مثل الكحول اليود وهالسوالف، هاي المعقمات العادية انه سيف انه خليها على جلدنا. الاسبسيس، مصطلح اسبسيس used to indicate the prevention of infection by inhibiting the growth of bacteria in wounds or tissues. يعني مثلا واحد مجروح شو نسوي له حتى ما يصير له انفكشن، يعني حتى لا يلتهب الجرح هذا، نعقمه نخلي له يود هالسوالف ونعطي انتيبايوتيك كورس اوف انتيبايوتيك. هذه العمليه كلها نحن دا نمنع prevention of infection بأنه إحنا دا نسوي inhibition للgrowth of bacteria locally اللي هي دا نخلي يود أو الكحول أو أي شيء نعقمه وننطي antibiotic كprophylaxis. فهي العملية يسموها asepsis. decontamination، contamination تلوث، decontamination يعني عكسه إنه إحنا راح نشيل تلوث. article or area free from contaminants that include microbial, chemical, radioactive and other hazards. يعني أي شيء نخليه free from contaminants ما بي أي ملوثات هاي سميها decontamination. sanitize removal of pathogens from inanimate objects by mechanical or chemical cleaning. هنا عدنا نحكي نفس الشيء، هم نشيل الباثوجينز بس من شغلات الجماد، يعني أي شيء جماد نريد نعقمه هاي سموها sanitization. هاي مجرد مصطلحات تحفظوها حتى يعني من تنقال تفهمون انتو شنو معناها، شنو دا يقصد بيها. هسه الـ methods of sterilization، شون واحد يريد يسوي sterilization؟ اكو physical methods واكو chemical methods. الـ physical methods اي شيء يقولكم physical فخلوا ببالكم انه هي يقصد حرارة، radiation مثلا، مرات pH، هاي السوالف يسموها physical. chemical لا، مواد كيميائية يستعملوها. فهذا كتصنيف أساسي عندنا sunlight تستخدم شعاعة الشمس، drying الheat وبيها قسمين dry و moist، radiation والfiltration التصفية العادية الفلتر. راح يشرح واحد واحد. أول شيء عندنا sunlight. sunlight أشعة الشمس. إحنا ليش أشعة الشمس مرات يقولون فتشي خلوه برا يتعقم وهيك، هي صحيح. ليش؟ لأنه عندنا أشعة الشمس أكو أشعة فوق البنفسجية اللي هي UV light. هذا أصلاً يعني هنا راح نجي نستعمله هنا بالراديشن موجود، يعني كوسيلة للتعقيم هو موجود، فهو أساساً من أدنى ياب الشمس فيستعمله، يخلوا للشمس على الشمس الشغلة تتعقم باليوفي لايت مالت الشمس.
Bacteria in water are readily destroyed by sunlight. يعني إذا خلينا water وعرضناه للشمس فالبكتيريا اللي داخله راح تموت. نجي للدراينج إنه جفاف، ليش؟ لأنه هو أي بكتيريا تحب الشيء الرطب، الويت، المويستشر انفايرومنت، هاي تكون يعني أي شيء مويست وهاي تكون غني بالبكتيريا، تحب البكتيريا تنمو به، فإحنا بالعكس راح نسوي دراينج. فمويستشر is essential for growth of bacteria، لهذا الدراينج in air has deleterious effect on many bacteria، إنه خاصة يعني الجو اللي يكون جاف كلش همين يعني هذا ينطي يعني إفكت معاكس للبكتيريا، إنه يقتل البكتيريا، عكس اللي عندهم جو رطب هذولا بالعكس البكتيريا تحب الرطوبة فتنمو. However spores are unaffected، هاي كل هذا نحكيها على البكتيريا، السبورز قلنا صعب السبورز فهنا ما تتأثر بالدراينج. نجي على الهيت، الهيت اللي هي تعتبر شيء يعني ميثود كلش مهم بالسيرلايزيشن. أكو نوعين dry heat و moist heat. شنو فرقهم؟ dry heat إنه يعني dry هو شعلة مع النار أي شيء يعني نار عادية، بينما moist لا مثلا يعني هو مي دا يغلي هالسوالف، المهم فد شيء بي مويستشر يعني بي مي وهالسوالف. فالدراي هيت على يعني البرنسبل مالته يسوي بروتين دي ناتوريشن واكسيديتيف دامج للبكتيريا للفيروس اي شيء يعني احنا دا نريد نعقمه دا نريد نقتله. يعني دي ناتوريشن اوف بروتينز لان هي اغلب البكتيريا بيها بروتينز او الفيروس حتى والفانجا كلها بالستركتشر مالتها اكو بروتينز، فاحنا نسوي دي ناتوريشن يعني شون ال يعني غير من الستركتشر مالته بحيث يكون ما يشتغل، غير بالفسيولوجي مالته او اوكسيداتيف دامج. اكو انواع للدراي هيتينج، اول واحد الفليمينج، هاي النار العاديه اللهب مال النار العادي الموجوده بالمختبرات هوايه يستخدموها. شنو؟ بكتيريا لوبس، نيدلز، سباتشولي، هذول الشغلات الادوات البسيطه اللي يستخدموها بالمختبر بالفليم يعني يعقموها. أكو hot air oven، هذا oven للفرن ينطي hot air اللي هي درجة حرارة 160 سيليزي خلال ساعتين أو يخلوها 170 خلال ساعة يعقمون الشغلات. شنو اللي يعقموا به هنا؟ الجلاسوير، الأدوات اللي بها زجاج، والميتاليك انسترومنت، المواد المعدنية، الأدوات اللي يستعملوها معدنية أو شغلات الزجاجية يخلوها بالشسمة بالأوفن. incineration هذا مثل هذا اللي بالصورة، هذا الانسينيريتر، method of destroying contaminated material by burning them in an incinerator، يخلون هنا الماتيريال ويحرقوها فتتعقم، فهنا هم من يعني dry. هذا يستخدموا بالانيمال كاركاس، الجثث مال الحيوانات، pathological material، disposable lab material، الشغلات اللي يستعملوها disposable مرة واحدة يخلوها بالهاي يعني تحرقها وتخلص من عندها. contaminated clothes يعني واحد ملابسه كلها ملوثة وما يروح هذا يعني يخاف لي يأذي غيره أو هيك يحرقوها بهذا إيش مثل المحرقة هي يعني تحرق كل شيء. هاي خلصنا للدراي، ثلاثة هما بس وسهلين. الموست هيت مثل ما قلت لكم إنه فتشي يعني بمي أو هيك شيء. فالمويست هيت is more efficient in contrast to dry heat، إذا قارنوا الدراي هيت عن المويست هيت فالمويست أحسن. ليش؟ لأن إيش راح يسوي؟ يسوي coagulation and denaturation of proteins، يعني يسوي تخثر ويعني غير structure مال البروتين، فبالتالي أكيد راح تنقتل وتموت. شنو التكنيكس؟ عندنا الباستورايزيشن أكيد سامعين بيه مال بسترة، خاصة بالحليب يستعملوها، بسترة الحليب وهيك شيء خاصة يعني الديري برودكت، هذه تعتبر يعني وسيلة للتعقيم اللي هي المويست هيت. التمبريتشر يستعملوها 63 سيليزي لمدة نص ساعة أو 72 لمدة ربع ساعة. أكثر شيء استخدمت ما قلت لكم الفود اللي هم الديري جماعة الميلك والأجبان وهذه. kills most vegetable bacterial cells حتى الباثوجينز اللي هي staph aureus, streptococcus, mycobacterium tivi, cell كلها هاي تقتلها. البويلينج الغلي اللي احنا كنا نستعمل نريد نعقم شيء يغلي،
فلازم يوصل درجة 100 سيليزي يلا يبدي التعقيم لمدة 30 دقيقة، يعني نص ساعة فتشي ده يقضي خلاص هاي تعقم. kills microbial pathogens and vegetative forms of bacteria but not kill bacterial endospores. مثل ما قلنا السبورات كلش صعبة فبالبويلينج ما تنقتل، لهذا أكو يعني مثلا بالأكل الأكل اللي يتعقم بس أكو سبورز تبقى بيه، ليش؟ لأن الأكل يعني ده يغلي مثلا مرقة أو هيك هاي تغلي فتتعقم حتى لو هي جانت وسخة، بس اللي إذا بيها سبورز لا فهذه تبقى السبورات حتى لو تغلي. شو نقطة السبورات هاي؟ أكو شيء اسمه intermittent boiling. intermittent boiling أي شيء intermittent يعني مقسمة أو يعني شوية يغلو بعدين يبردوا، يغلو بعدين يبردوا على دفعات، يعني هم من درجة الحرارة الغليان أكيد 100 سيليزي بس 3 times ثلاث مرات يخلوه يغلي بعدين خلال 30 دقيقة بعدين يبردوا، وراها يغلي مرة ثانية نص ساعة ويبردوا بعدين نص ساعة ويبردوا. هاي الطريقة يلا تنقتل السبورز، بس البويلينج العادية تقتل بس البكتيريا. الأوتوكليف، الأوتوكليف الفكرة مالته تشبه جدر الضغط، مو يكون مسدود تحت ضغط وخلي على النار حرارة، فهاي نفس السالفة يعني تمبريتشر مالته 121 والضغط 15 بار لمدة ربع ساعة، هذه راح يسوي sterilization. البرنسبل شنو؟ هنا يقول الـ water boils when its vapor pressure equals to the surrounding atmosphere، يعني شو وقت يغلي المي من يكون الضغط مال البخار ما تدي يطلع مساوي لضغط الجو اللي محيط به يعني الاتموسفير. Thus when pressure inside the closed vessels increase the temperature at which water boils increase too. هاي شوية بس ركزوا بيها حتى تفهموها انه شلون دي يشتغل هذا الاوتوكليف. يقول بما انه احنا يعني ليش من يغلي الووتر ليش يغلي؟ لان تساوى الضغط ما بين الاتموسفير اللي هو الجو المحيط به اللي هو عادي يعني اي جدر خلوه على النار يبدي يغلي. ليش ده يغلي؟ تساوى الضغط مال البخار اللي ده يطلع منه ويا الضغط مال الجو، لان بالبداية تعرفون يطلع بخار بعدين يبدي يغلي، هذا البخار الضغط مالته صار مساوي ضغط الجو. الفكرة مال الاوتوكليف شنو؟ ده يزيدون الضغط، ده يخلوه closed space يقفلون عليه يصير الضغط عالي، فبالتالي تصير درجة الحرارة للغليان أعلى. ليش؟ لأن الضغط ده يرتفع، احنا قلنا ما يغلي إلا يتساوى الضغط، فشون راح يتساوى؟ يزيد درجة الغليان يتساوى، يعني احنا بالعادي يغلي بدرجة 100 سيليزي نادي يغلي ب 121. ليش؟ لأنه زيدنا الضغط، يعني فهمت شون؟ احنا عندنا لازم يتساوى الضغط، فبالأتموسفير العادي احنا ضغط يتساوى درجة حرارة 100 يبدي يغلي، هنا زيدوا الضغط سدوا عليه زيدوا الضغط اللي يحيط بالبخار، فبالتالي البخار يحتاج ضغط أعلى حتى يوصل درجة غليان، بالتالي يزيد الحرارة حتى يطلع بخار أكثر حتى يغلي، فيحتاج درجة حرارة 121 يلا يبدي يغلي، يلا تتساوى الضغط مالته ويا الضغط اللي هو بالأوتوكليف حتى يبدي يغلي. هاي إنه فتشي أقوى من البويلينج العادية لأن درجة حرارة أعلى. هذه العملية kills all forms of life حتى البكتيريال إندوسبورز هم ينتقتل. ليش؟ لأنه درجة حرارة أعلى وكلها أعلى. يستخدموه بال pharmaceutical products بالculture media بالsurgical instruments بالcotton، هذه كلها يستعملوها. يعني ليش؟ لأنه فد شيء يعني مضبوط كلش، أحسن شيء هو يستعملوه بالمختبرات، وهاي هو هذا ال بس ثواني. إيه هو هذا أحسن شيء يستعملوه، اللي هذا يستعملوه بالمختبرات بالكالتشر ميديا من يقدرون يزرعون بكتيريا وكيش قلنا لازم المعقمة حتى من يزرعون يطلع لهم بس اللي زرعوه. السيرجيكال انسترومنت يعني الأدوات الجراحية، لأن يعني بالجراحة أكيد يحتاجون في تشيح
حيل معقد. هذا شوفوا شكله الأوتوكليف يشبه جدر الضغط العادي، نفس الفكرة. هسا خلصنا الهيت وعرفنا أكو مويست وأكو دراي وكل واحد شنو والشنو يستعمل. نيجي الراديشن بالإشعاع يسوون sterilization، عندنا نون ايونايزينج وايونايزينج، والايونايزينج تتقسم اثنين، هاي التقسيمات ك يعني بالبداية. نون ايونايزينج اللي هو UV light الفوق البنفسجية ultraviolet، اللي قلنا اصلا هي موجودة بالشمس، كنا نستعمل sunlight من البداية اول واحد كان. ليش؟ لانه يحتوي على UV light. قلت لكم اكو اصلا طريقة واحدة بس يستعملون UV light، هذه هي، هذه الصورة، هذه هيك مثل الفرن وبها الأشعة، بس الأشعة. Germicidal effect on microorganisms when يستعملوا surface disinfection in hospitals, operating theaters and laboratories، يعني هم بالمستشفيات، بالصالات العمليات، بالمختبرات، هاي كلها يستعملوها لأن فتشيها من كلش effective. Ionizing two types، عندنا electron beam و gamma ray. الإلكترونات هذه يستعملوها بالإنسترومنت مثل عندنا السرنجات، الجلوفز، القفازات، الدريسينجز وهالسوالف، حتى الفود. والجاما راي أشعة جاما هم يستعملوها بالديسبوسيبل بيتري ديش. بيتري ديش هذول ممكن أكو كالتشر ميديا وين يزرعوها، هاي الأجار وما أدري شنو وين يزرعوها، أكيد أكو أطباق يعني مثل الأطباق اللي يسموها بيتري ديش، فهذول يعني اللي يعقموهم بالجاما راي، وهم انه السرنجات وهالسوالف والفيتامينز والانتيبايوتكس كلها بالجاما. هسه وصلنا اخر واحد اللي هو الفلتريشن، الفلتر العاديه مال المي اللي نعرفها، اني اصلا ما اخذيها بالابتدائيه، هذه هاي هيك هذول اللي كنا نسوي بيهم تجارب هيك. فالفلتريشن helps to remove bacteria from heat labile liquids، يعني هو أكيد فلترة فيعني يحتاج ليكويد، يعني إحنا نستخدمه للليكويد، يعني مو غاز ونريد فلترة، هواء ونريد فلترة، لو فد اسمه instruments ونريد فلترة، أكيد لا، هاي يستخدم بالليكويد. commonly uses for heat labile pharmaceuticals and protein solutions in medicinal drugs، اللي هم دول اللي يحتاج يعني بيهم الدرجز اللي بيهم proteins، serum enzymes، sugars، toxins، يعني أي شيء liquid. التايبس مالتها عندنا الكاندل فلتر، هذا شكله، هذا يستخدم for purification of water for industrial and drinking process. شلون الفلتر اللي يستعملوا تصفية يعني drinking water، مية نشربه، مو أكو دولة فلاتر، هذا هو نفسه، نفس الشكل يعني أنابيب، وكل واحد بفد مواد هيك. الثاني اللي هو أسبستوس فلترز، هذولا اللي هيك صايرين أقراص وهما من أسبستوس، وهو يكونون ديسبوسبل، يعني يستعملوا مرة وخلاص، ما ينغسلوا ويرجع لأول مرة، وسينجل يوزد، ويستخدموا بالفلتر بالألكالين ليكويد. Centered glass filter، هذا هاي يستخدم when you have small amounts of liquid، يعني بالكميات الكلش قليلة يستعملون كالكربوهيدرات to be added to culture media، يعني إذا نريد نضيف كربوهيدرات للculture media نستعمل يعني نسوي sterilization للكربوهيدرات بهذا، لأنه amount يعني كمية شوية. Membrane filters هذولا، هذه اللي بالصورة، made of cellulose esters or other polymers، هيك structure ما توهم شنو مصنوع، used to filter water and preparation for sterile liquid، همين للمي وانه اي liquid نريد sterile معقم زين نستعمل هذا. هسه خلصنا منه الphysical methods، الphysical اللي قلنا عليهم sunlight والheat واللي بيها dry moist radiation وهاي السوالف. هسا نجي للكيميكال ميثودز اللي هي نضيفة شيء كيميكال نسوي sterilization. شنو المواد اللي ممكن نضيفها وتسوي لنا sterilization؟ عندنا الإيثيلين أوكسيد غاز، هذا sterilize heat sensitive objects مثلا ال products البلاستيك كونتينرز وهاي السوالف هذه. مادة ثانية الهيدروجين بيروكسيد غاز بلازما، هذا highly reactive charged particle from hydrogen peroxide generated under vacuum.
كمان يوزز هم نفس الشيء شغلات بلاستيكية وهيش بالكيميكالز. هذا الفيوميجيشن هذا أتصور شايفيه دول هيك اللي يرجون يرشون فد بخار مثل البخار على مود التعقيم، شفناه بكورونا، كورونا هواية تعفير هيك شيء. هذولا release of hydrogen peroxide with chlorine dioxide gas أو ممكن حتى وياهم أوزون in sealed room، غرفة يسدوها ويرشون هذا الغاز اللي hydrogen peroxide أو chlorine dioxide أو أوزون، فيستخدم بالroom contaminated، يعني إذا غرفة صار بها contamination تلوث وهيك يستخدمون. with some pathogens مثل عندنا methicillin resistant staph aureus clostridium difficile، هاي الجهاز اللي يرشون به وهاي الصورة انه شلون دا يسوون، فيعتبر كيميكال. هذيك الكيميكال غازز، هنا عندنا الليكويد يعني فد محاليل يستعملوها على مود التعقيم. عندنا اول واحد اللي هو الفورمالديهايد 35%، هذا برود سبيكتروم جيرمي سيد فور بكتيريا فانجاي اند فيروسز. ذا ميكانيزم اوف اكشن اوف فورمالديهايد از بيزد اون بروتين دينatureشن، نفس الشيء اللي حكينا يغير الستركشر مال البروتين، بما أنه هي أغلب الباثوجينز عبارة عن البروتين فتموت. يستخدمون بالسيرلايزيشن أوف إنسترومنت الأدوات العادية اللي يستعملوها سواء سيرجيكال أو بالمختبر. وهيج الفينول اللي هو سينثيتيك فينولي كومباوند هاف برود سبيكتروم ديسينفكتينج إيجنت إنكلودينج تيوبركلوزس، حتى السل همين يقتله، يستخدم بالسيرفس ديسينفكشن يعني الأسطح، أسطح العادية مال ميز مال الفينشات مال المختبر، هاي كلها يستعملون فينول. ممكن الكحول اللي إحنا نستعمله عادي، ممكن إيثانول لازم تركيز 80%، بروبانول 60%، وأيزوبروبانول 70%. الكحول are quite effective against bacteria and fungi, less so against viruses، يعني هو كلش effective against bacteria وفنجي بس أقل للفيروسز. Don't kill bacteria spores. أكيد السبورات قلنا تحتاج شيء كلش قوي. فهاي الكحول العادي يقتلنا البكتيريا والفنجي بس على الفيروسز شوية قليل الإفكت مالته، وإحنا كلش بدنا نستعملها على مود الكورونا بس هو يعني الإفكت مالته قليل. Common uses إنه بالسكين والهانس وعلى عادي يعني إجينا وهيك التعقيم عادي. الهالوجين اللي هو كلورين ايودين هالوجين دينيتشر اهم نسوي دينيتشريشن للبروتين باي بايندينج تو فري امينو جروبس، يعني هاي بس انه شلون يسوي. اليوزز الكلورين از يوز تو ديسانفكت درينكينج ووتر، هالكلور اللي يضيفوه للمي على مود التعقيم هو هذا، وسويمينج بول ووتر المسابح شلون يعقموها يضيفون كلورين اللي هو الكلور يقولون عادي، حتى بالبيت أكيد يكون الكلور بس على مود يتعقم الووتر. الأيودين هذا السكين وسمول وونز، مثلا بالمستشفى إذا رايحين يجي واحد عنده ووند مجروح أو شيء يستخدموا له أيودين، بس هو شوي ال disadvantage مالته إنه هو لونه هيك صار على جوزي فممكن يترك أثر على الملابس وهيك، بس هو ال effect مالته كلش زين. هنا آخر شيء مخليكم مقارنة بين sterilization و disinfection، طبعا هي من بداية الملزمة حكينا شنو تعريف كل واحد وشنو فرقهم. sterilization قلنا يقتل كل البكتيريا أو كل المايكرو-organisms، disinfection لا بس يقلل النمبر مالتهم. هذا effective method like chemicals وهالسوالف، هذا لا moderate، هذا يقتل البكتيريا هذا ما يقتل، هذا يقتل السبورز هذا ما يقتل السبورز، وهذا يستعمل بالسيرجيكال اوبريشن هذا لا بالدي لايف العادية.